جواد الآل نبدأ التحية. أنزل إليه من ربه والمؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. صل على محمد وآل محمد. إن الله وملائكته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أدم الصلاة
حتى على النبي محمد، فقبولها حتما بدون التردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. ماذا أسطر في ثنائك سيدي، ماذا أسطر في ثنائك سيدي غير الصلاة مع السلام السرمدي. قلبي وأشعاري وأفكاري حكت أني بغير محمد لن أقتدي، الشوق حركني بغير تردد، والشعر أبحر في غرامي محمدي. فإذا مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمد، شرف اللسان بذكر أحمد سيدي، فبذكره تكفى الهموم ونهتدي. وحبيبنا أوصى فهيا رددوا يا رب صل على الحبيب محمد. بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم. ماذا أقول بشانه وجلاله وهو الذي بلغ العلا بكماله، والله أقسم في الكتاب بحسنه، والشمس إذ كشفت الدجى بجماله، وبوصفه الخلق العظيم ولم يكن عجبا فقد حسنت جميع خصاله، لولاه ما كان عنوان الهدى. فتبينوا يا سامعي أحواله، ولتسألوا المولى الجليل بجاهه، وعلى المدى صلوا عليه. بعد هذه الأصحاب الحوائج يقول دير وجهك للنجف من تبتلي، دير وجهك للنجف من تبتلي، وصيح غيرك تدري ما عندي. دير وجهك للنجف من تبتلي وصيح غيرك تدري ما عندي، ولي تاخذ مرادك ويمطيك الجواب، لكن شنو من تصلي على النبي وتذكر علي.
يقول جوابك أهلا وسهلا. صعب جافه سهل له. أهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا أهلا وسهلا أهلا يا جواد ابن الرضا أهلا يا نجم شعب الفضاء أهلا يا حفيد المرتضى أهلا يا قدرنا والقضاء أهلا أهلا وسهلا أهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا والرضا من شاف قال أهلا ثمر ملها مثال أهلا مرحبا بهذا الكمال أهلا آية من وحي الجمال أهلا لن ذر من سابع سماء أهلا أهلا وسهلا أهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا يوم عاشر من رجب أهلا إن ولد تاسع ذهب أهلا بالعشق قال المحيط أهلا نطلب وما يرد طلب أهلا أهلا وسهلا 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 لسان الحال من الجود ينشد لسان الحال من الجود ينشد ودليل الشوق لأهل الشوق ينشد يا ظهر البيك بالشدات ينشد أبو الهادي أمان بكل رزية أبو الهادي أمان بكل رزية أبو الهادي أمان بكل رزية أبو الهادي يا ابو الهادي امان كل رزيه ابو الهادي يا سلوى الجالو على روح مرهم مرهم وللحياه كذا مجروح مرهم مرهم عشق غيرك على الدلال عشق غيرك على الدلال مرهم مرهم جواد العتر بن سيد البرية 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 يلي تعسر لك طلب يلي تعسر لك طلب أهمك دليلك ساد أقصد قبر قبته الشمس بسماء بغداد ودق باب الجواد الذي ما يرد إلك المراد والحاجة التصعب يقضيها والحاجة التصعب إلى جواد الآل نبدي التحية إلى جواد الآل نبدي التحية ننثر ورد وزهور هذه المسية ننثر ورد وزهور هذه المسية إلى جواد الآل نبدي التحية إلى جواد
ننثر ورد وزهور هذه المسية، ننثر ورد وزهور فرحانة هالأملاك هالليلة لجلة، تنثر علينا ورود ساحر هالشكله، وبالكون هالأفراح كيلها لجلة، ونهني المختار بنت الزجية إلى جواد الآل نبدي التحية، إلى جواد الآل نبدي التحية، ننثر ورد وزهور هذه المسية، ننثر ورد وزهور مثل القمر من بان ابن الرسالة، يسحر عيون الكون شكله وجماله، انهني الكرار بالتقي وآله، ونهني الحسنين خير البرية إلى جواد الآل نبدي التحية، إلى جواد الآل نبدي التحية، ننثر ورد وزهور ننثر ورد وزهور ايه، هالليلة عندي مراد وبقلبي حاجة، هالليلة عندي مراد وبقلبي حاجة، وانت دوا لفاد تملك علاجة، آية ضوى هالكون ضيا وسراجة، آية ضوى هالكون ضيا وسراجة، حامل في قلبي هموم امسح علي إلى جواد الآل نبدي التحية، إلى جواد الآل ننثر ورد وزهور هذه المسية، ننثر ورد وزهور هذه المسية، قلبي من الأشواق ما تطفى ناره، قلبي من الأشواق ما تطفى ناره، ها يا جواد الآل عطني زيارة، ها يا جواد الآل عطني زيارة، واقرأ دعائي هناك، واقرأ دعائي هناك صوب المنارة، وعندي إلى الشباك روحي غدية إلى جواد ننثر ورد وزهور هذه المسية، ننثر ورد وزهور هذه المسية، عدنا شباب أقمار بواسطة السجون، عدنا شباب أقمار بواسطة السجون، عليك يا مولاي ما ظن يهونون، بجاه هالميلاد والجو يهنون، بجاه هالميلاد والجو يهنون، فرجها يا مولاي هذه القضية إلى جواد الآل ننثر ورد وزهور هذه المسية،
ننثر ورد وزهور هذه المسيلة إلى جواد الآل نبدي التحية إلى جواد الآل نبدي التحية ننثر ورد وزهور هذه المسيلة ننثر ورد وزهور بغداد الجواد اليوم ودوني بغداد الجواد البغداد الجواد اليوم ودوني بغداد الجواد البغداد الجواد اليوم ودوني شوق للطريح وريحة الحضرة شوق للطريح وريحة الحضرة قبة العالية لمذهبة الصفرة رايد ألثم وأتبرك بقبرة رايد ألثم وأتبرك بقبرة بلسم للقلب من تدمع عيوني بغداد الجواد بغداد اليوم ودوني البغداد الجواد اليوم ودوني البغداد الجواد اليوم ودوني ودوني يضم والثم تراب ودوني يضم والثم تراب رايد بالدعاء واقف ودق بابه رايد بالدعاء واقف ودق بابه البغداد الجواد اليوم ودوني البغداد الجواد اليوم ودوني البغداد الجواد اليوم ودوني اللهم صل على محمد وآل محمد صل اللهم صلاة دائمة نامية زاكية باقية بقاء وجهك الكريم على وليك العظيم إمام القاصي والداني والمكنى بأبي جعفر الثاني الإمام الجواد قاضي حاجات العباد الملقب بباب المراد التقي بن الرضا الراضي بالقدر والقضاء واسمه اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبينما نحن نلي ولادتها إذ اشتد عليها الطلق والظلمة تعم المكان لانطفاء المصباح فبينما هي كذلك إذا أشرقت الدار بالأنوار وامتلأ المكان بروائح الطيب وإذا بها قد وضعت بالإمام الجواد